انا جبته حتى كي هبطته حي زاد ضربه هنا على الجاز. انا جبته وزادوا حبسوني لهنا بكلمة الإدارة. وعلى فكرة انا معنيش قاصد متعدي الخطوة الاولى والثانية للمسكرين الكياس. انا مشيت لاخر نقطة هو مضروب فيها بحض الخرديجي وجبته من غادي لهنا وحبسونا هنا. لو اللي حبوا هبطوا البنسيف هبطوا الانسان مش يموت في الاخر باش كهبطنا له اللي احنا رانا غابات ورانا عاملين تعزيز بس سايبونا جبنا لنا وهبطوا حي. اقسم لكم بالله اخر لحظه كي كركرناه هكا قلت له ما لاباس مازال وما تبكيش يا عبد العزيز وراك هذا في الاخر ما جيت انا انا من الاخر طلق هو زاد هو موجود داخلين على السبيطار وزاد يضرب بالقاص هنا زاد يضرب بالقاص. نقول لك حاجه عقارب هذه الحادثة هذه تكذب وزاره الداخليه هي ديما بطبيعتها وزاره الداخليه ما قبل وزاره ارهابيه واضح راني انا بالنسبه لي انا يعرفوا تاريخ ويعرف نعرفهم ويعرفوني بالنسبه لوزاره الداخليه اليوم ما تم حتى حد اللي يتحمل مسؤوليه. سو راجي راجي كعبه سو عامل سمت على الغي عامل 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 قربوا 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 وقي كاس وقي كاس وخر زهور وخر العصير